رسميه للفريقين قبل انطلاق المواجهه. طبعا ان اس اي مع الكابتن جوي زلعوم والثلاثي الاجنبي بايرن ويستلي ديريك نيوتن وكالب وعلم الدين كيكانوفيتش. منذكر ثون ميكر بطوله لبنان وليس فقط المنافسه على لقب زون غرب اسيا ببطوله وصل بل الذهاب. هايك اول ثلاثيه للنادي الرياضي واول ثلاث نقاط بالمباراه. اللاعب الخطير جدا الستريتش فور يعني خطير كثير عن الثري بوينتس وبرد عليه هاريس بياخذ تسديده ما بيسجل كيكا على الريباوند بسهوله امام هشام. وائل عراجي اسيست مقطوعه بيقريها صح هشام بينطلق لديريك نيوتن ديريك لجوي حلو كثير البلاي بين خمسه وائل وجهه جودفري حلو كثير عم نشوف استعراض بالتمريرات الحك بوجهه لبايرن ويسلي بايرن خطر كثير بايرن ويسلي بيطلع على الباك بورد بيسجل درايفنج لعب حلوه بشوف الجاب مقطوعه هون من ويسلي خطير كثير ويسلي بيعطي لهشام هشام لويسلي والفينش من بايرن اهلي هاي كاتش اند شوت كمان هاي كيك شوت اثنين من ثلاثه على نيوتن بايرن ويسلي ديريك نيوتن من المحل اللي بحبه بيسجل عند الكورنر بول اب هاريس كيكا عم بيلعب على اللو بوست اكيد هايك هون بس دبل تيم بيرجع بيرت لكيكا حلو كثير دبل تيم ضبوا على هايك على السريع مرر لكيكا كالفين جودفري ثلاثيه عنده ايد حلوه واكيد بياخذ سيتي بيرجع بيرت لهايك بيوكشان كيك اوت وائل عراجي مرتاح عن الثري وائل اذا لا هايك جيوكشان اللي بيستعرض بيسلط على اس اي ما بيسجل كمان دفاع ممتاز من الرياضي هارس سريعا للزينون اللي بيحط نقطتين اس اي تيلحقوا على نادي الرياضي باعتبارات الطويله بايرن ويسلي رائع اللعب سبعه بيدخل مثل السهم على السله زينون حلو الفينش يا كريم دخل على البيز دبل تيم برد لك كالفن خمس ثواني للان اس اي تسديده صعبه من جودفري مش معقول اندر بريشر بيسجل ايرون ويسلي وايرون ويسلي بالفينش الرائع دايمون واعتبرت فريق ان اس اي بتمريره بايرون ويسلي لجود زينون على البيس لاين بيوصل لسكاكيني حلو كثير على اسيست ضربت بقدمه كانت للاعب نادي الرياضي على كل حال نيوتن بياخذ الثلاثيه ما بيسجل بايرون ويسلي بتابع بالفولو اخر ثانيتين كريم زينون كمان ما بيسجل اسماعيل احمد بتابع كمان بتبقى بيسجل ثاني على ريباوند كمان بيتعرض للبلوك شوت واسماعيل بينهي اخيرا كيزي برد السمعة مرتاح عن ثلاثة اسماعيل احمد بياخذ التسديدة بيسجل اسماعيل امير بياخذ البول اب ميد رينج شوتس امير صعود بيسجل برد للسمعة سمعة لامير اسماعيل احمد على الباك بورد بيسبقوا لجودفري السمعة مرتاح عن ثلاثة ماني هاريس بيسجل ماني تبع طريقه بايرن في ترافيك ما بيسجل بيلعب بطاقة الريباوند بايرن ويستلي المحاولة الثانية بيسجل منها بيرجع برد علي بتابع السلة على الباك بورد حلو كثير درايفنج لاي اب علي منصور كمان هون ضغط دفاعي من علي منصور بخلص الطابة هاريس وعلي منصور بسجل مجهود دفاعي ممتاز لماني هاريس جورج ضغط دفاعي كمان من ثاني على هشام بلاقي جورج سعيد بيسجل على الباك بورد جورج سعيد هو اكيد فرق السايز لصالحه ثاني سكاكيني بيسجل ثاني نقطة السابعة كمان ضغط دفاعي من المنصور على بايرن ويسلي بايرن تبع طريقه رغم ذلك على السلة وبيسجل بايرن ويسلي درايفنج لاي اب ثاني ياخذ البول اب ثاني سكاكيني ميد رينج شوت حلوة بلاقي ديريك مرتاح أكثر بيعمل فيك ديريك نيوتن ما بيسجل المتابعة التب من محمد عويضة الجيم الجاي بايرن ويسلي رائع كيف يتوغل بدفاع الربع الثاني ويسلي محمد تبع طريقه محمد بيوصل لجورج السعيد برافو جورج ست نقاط امير سعود امير على الباك بورد فاول اند وان لامير سعود
لا امير، امير عم يلعب ستارتنج فايف مع انطلاق الكوارتر الثالث. امير ياخذ الثلاثيه، صعود من فوق ديريك نيوتن عم يفتتح امان، عوده دفاعيه ممتازه لامير سعود، وهالمره ساني سكاكيني عم بيسجل بوش جودفري. هشام، هشام تابع السله، بلوك شوت من امير على هشام، لكن اصرار هشام انه يسجل كيكا اللي كان ناطره. عملت الشمال كيكانوفيتش بروح اول ذا واي وبتابع السله اول ذا واي. كيكانوفيتش كان عمل باقي مع الفريق رغم التغييرات اللي عم بتصير على الصعيد الاجنبي. كيكا ثابت، اوه بايرن ويسلي على 20 نقطة. كيكا عم بيلعب على اللوبوست على جودفري، أربع ثواني، كيكانوفيتش ثلاثة بيعمل الموف على الباك بورد، مش بحاجر الباك بورد حتى، دايما بنفس كثير قوي فيهم. بايرن ويسلي بيسجل كمان، هداف كبير أنت يا بايرن. وائل، وائل بسهولة بيلعب على جوي وبيسجل، العراق سجل كمان وسط قضية دفاعية من اللاعب سني سكاكيني، لكن وائل عرقجي بطريقته. وائل من مكان بعيد فشخته كثير كبيرة. ديريك نيوتن بيسجل هون مع وائل عرقجي، بلاقي بلال، بلال حلوة كثير تمريرة، فيك من اسماعيل، طير اثنين معه، طير اثنين ثلاثة، مايك حداد ما بيسجل كمان. جوي زلعوم على الاوفنسيف ريباوند، فلوتر عم بيسجل هون، حلوة يا جوي. بلال اسماعيل حلوة كثير للطبارة، ثلاث لاعبين عليه، برد لاسماعيل، السمعة فلوتر بسجل اسماعيل، بقع رائع. جودفري بيعمل الموف، بيطلع البلوك، اسماعيل عليه على البلوك شوت من ناحية الشمال، مش معقول كمان على الحركات الدفاعية، بس مايك حداد هون على البازر بيسجل، والرد سريع من تمرين اسماعيل. الفارق 21 نقطة. جودفري، جودفري هالمرة برد بيسلح علي منصور، علي بلاقي هايك تحت السلة بسهولة، هايك فرق طول يعني على السريع لعب هايك ريفرس لياب، دخل من الشمال انهى باليمين، باك بورد شوت ما بيسجل، ترجع لان اس اي، هشام بردها بالتب، هشام بياخذ التسديد الثلاثية بيسجل، هشام الحلو، حلو كثير باسك يا علي لهايك. اسماعيل بيسجل 2 بوينتس، 2 بوينتس. احضر الجيم قدامي، هاري هاريس بيسجل هون ماني رياضي ان اس اي جيم 1، كان عنده 16 بوينتس اليوم كمان لهلا، ومايك حدد طبارة. بلال، بلال فينش حلو بايد اليمين يا بلال، دخل بالشمال وانهى باليمين. هشام بحاول يوصل باونس باس لجودفري، مقطوعة، بده يستعرض، بده يستعرض هون الهرس مع المنصور، كبل له اياها على البورد، ترجع لقله الكرة. مايك، مايك حلو كثير دخوله على السلة لمايك حدد، سبع نقاط. عيل كمان هون تورن اوفر على الرياضي، ما كان ناطر الباس، كان السمعة. بايرن ويسلي بسهولة بسجل، بايرن 27. هايك ببرم على جودفري، هايك بلابع طريقه، حلو هالموف يا هايك، يا هايك كثير برد هون جورج سعيد كمان من المسافة. ماني هارس كيكا وصل لعلي مرتاح عن ثلاثة، علي منصور بيسجل، علي منصور لهايك، علي منصور شو رح يعمل منصور هون، علي منصور برد لهايك، حلو كثير، حافظين بعضهم، حافظين بعضهم بشكل كبير. دبل تيم كمان بعدها ديفنس، يعني رغم انه الفرق كبير في جدية كثير كبيرة بالتعامل مع المباريات من المدرب احمد فران. المرة هايك نعمل الفيك، هايك بتابع طريقه يورو ستيب، هايك لا حلوة كثير، حلو كثير سالته لهيك، يختبروا اللعب حتى لو ولو دقايق قليله امام النادي الرياضي وهايك جيوكشان. تسعة كمان ستيل من هايك، بيلعبوا بجديه كبيره، عم بيلعبوا بجديه كبيره، هايك مش معقول، مش معقول. تبقى للرياضي مقطوعه من دفاع ان اس اي وانطلاقه وتمريره حلوه كثير بيهاند باك. نهايه المباراه اذا بفير بلاي، 30 نقطة فرق، 103 73، مبروك لنادي الرياضي عم يحسب السريع مع ان اس اي 2-0 كما